نعم، الكويت ستنتصر. حياكم الله مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم معاكم. مواضيع تخص الظروف الاستثنائية اللي نعيشها بالوقت الحالي نطرحها لكم أولا بأول، نواكب آخر التطورات وآخر الأحداث. نتباعد اليوم لنلتقي غدا، وصحتنا بتباعدنا جسديا. الكويت ما قصرت، ولا عيالها الأوفياء اللي وقفوا بصف واحد ضد هذه الجائحة. الحين يا دورنا اللي لازم نتبع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية عشان نحقق السلامة الشخصية والسلامة العامة. لازم نوقف صف واحد عشان نتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، وما نهدر جهود اللي واصلوا الليل والنهار عشان يحافظون على أمن صحتنا وسلامتنا. والحين مع أخبار الصحة، لله الحمد كل مالها وأعداد اللي تماثلوا في الشفاء تتزايد، وقاعدين نشوف إن أعداد اللي تشافوا تفوق أعداد المصابين، وهذا بفضل الله ثم بجهود أبطالنا الجيوش البيضاء في الصفوف الأولى وبإخلاصهم وتفانيهم في العمل. واليوم أعلن وزير الصحة عن شفاء 752 مصاب بفيروس كوفيد-19، واليوم أعداد المصابين وصل إلى 24112 بعد ما تم تسجيل 845 إصابة، وبلغ أعداد اللي في العناية المركزة 197، و15229 حالة تتلقى الرعاية الطبية والعلاجية في المستشفى، وتم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، والإجمالي ارتفع إلى 185 حالة. الله يرحمهم جميعا. أصدر ديوان الخدمة المدنية دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وصولاً إلى العودة الكاملة للعمل خلال الفترة المقبلة، وتضمن الدليل أربع أقسام تشمل الأهداف العامة لسياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية. نظم الطيران المدني اليوم 6 رحلات جوية لمخالفي قانون الإقامة في البلاد، شملت عدة وجهات مختلفة وتضم نحو 998 راكب. نتابع هذا التقرير ونعود لكم مرة أخرى. لا تزال رحلات المغادرين المستمرة من مطار الكويت الدولي بالنسبة لمن يود مغادرة البلاد من الجنسيات المختلفة الغير كويتية ومخالفي قانون الإقامة. بالنسبة لإحصائية أمس واليوم، بالنسبة ليوم الأربعاء أمس كان عندنا 4 رحلات، كانت من نصيب مراكز الإيواء 3 رحلات، واحدة إلى دكة بنغلاديش وثنتين إلى الهند، تقريبا اللي غادروا عليهم بمعدل 590. أما بالنسبة لليوم فعندنا كذلك 6 رحلات نصيب هم الإيواء، منها 3 رحلات ومن كلهم 3 على طيران الجزيرة المتجهة إلى الهند، وكان اليوم بعد طيارة إجلاء المواطنين الكويتيين كان عليها تقريبا 30 مواطن قادمة على طيران فلاي دبي المتواجدين في دبي. الأمور الحمد لله ميسرة مثل ما أنت شايف، أنت متواجد صار لك فترة ويعطيكم العافية، وشبه يومي عندنا. أنت شايف الحركة يعني بالمطار حركة بسيطة،
فما راح تشوف زحمة، ما راح تشوف تكدس ركاب، ما راح تشوف تعقيد في الإجراءات الأمنية أو في الجوازات، كون دخول الركاب يعني على دفعات بسيطة. إجراءات منظمة وآلية عمل ميسرة تقوم عليها الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك لتسهيل كافة إنهاء الإجراءات للمغادرين إلى بلدانهم. لله الحمد تمت الإجراءات وفق الخطة المحطوطة من الإدارة العامة للطيران المدني باتباع الإجراءات الصحية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بذلك، وزارة الداخلية، إدارة الإبعاد، وإدارة الجوازات، وإدارة الأمن، وشركات الطيران المحلية والعالمية لله الحمد مشكورة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتمت الأمور هذه كلها على أتم الاستعدادات والاحترازات الوقائية الصحية لذلك. هذا وسوف يشهد مطار الكويت الدولي يوم غد مغادرة عدد من الطائرات إلى وجهات مختلفة حول العالم. المحجر الصحي الواقع قرب استاد جابر الأحمد الرياضي يتضمن مركز طبي ميداني وسكن للطواقم الطبية والتمريضية، حيث تبلغ السعة السريرية لهذا المحجر نحو 5000 سرير. نتابع هذا التقرير للزميل فريد دشتي ونعود لكم مرة أخرى. مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام. نحن حاليا في احد المحاجر الطبيه اللي يم استاذ جابر، محجر وزاره الاشغال اللي يضم اربع قطاعات حكوميه. بنشوف جزء بسيط من جهودهم، تابعوا. احنا نستقبل المصابين الوافدين بمرض كوفيد 19 الكورونا، يتم جلوسهم فتره معينه حتى يتم تماثلهم الشفاء، ثم نرتب مع بنك الدم حتى يتبرعون بالبلازما، والحمد لله خرج عدد كبير من المرضى وتماثلوا بالشفاء الكامل، والحمد لله تبرعوا جزاهم الله خير، تبرعوا بالبلازما والدم، والحمد لله يعني الامور ماشيه باكمل وجه، وفضل الله ثم فضل كل العاملين في القطاع في المحجر والقطاع الصحي وإخواننا الخدمات المساندة. طبعا يعتمد على ثلاث محاور، مثل ما قلت المحور الأول يكون تقليل العبء على الطاقم الطبي وخطورتهم من الإصابة بالمرض، المحور الثاني يقلل العبء المالي على الدولة من استخدام المعدات الطبية مثل الماسكات، البيرسونال بروتكتيف إكويبمنت، الفول جير بالضبط، فهذا يقلل عليهم بدل ما احنا نلبسها كل ساعة ندش على مريض نسألهم عن الأعراض تاريخهم المرضي، هذا يسهل لنا إياه وناخذ المعلومات كلها من بعيد. شفنا معاكم جهود العاملين في أكبر محجر تقريبا بالكويت يقدر يشيل 5000 شخص، ما شاء الله أيدي عاملة كويتية، وشكرا لليد والعقل الكويتي اللي عمل الديزاين للباركود، في أمان الله وافتخروا فيهم. أكد مسؤول الفريق الوقائي في محجر أكوامارين الدكتور عبد الله بهبهاني في اتصال سابق إن من الصعب الحكم على خطورة الوباء إذا ما تم النظر فقط على أعداد الإصابات، وهو ما يتطلب منا ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للمزيد من الوقت. أشكركم على الاستضافة هذه. بالنسبة لتقييمنا لحالة الوباء بالكويت من حيث الأرقام المسجلة، أعتقد أن يعني من الصعب الحكم من خلال عدد الإصابات فقط، فحسب أعتقد أنه ينبغي أن يعني ندرس الحالة من خلال جميع الأرقام والنسب الموجودة ونقارنها أيضا بالدول الأخرى. إحنا بالكويت صحيح أن عندنا الآن عدد حالات قد يبدو أنه كبير وتجاوز 22 ألف حالة،
لكن اولا يجب ان يعني نقارن هالشيء بنسبه المسحات والفحوصات بالنسبه لعدد السكان. الكويت من نسبه جدا عاليه يعني الى الان تقريبا اكثر من 64,700 فحص لكل مليون نسمه. فاعتقد ان الوضع الوبائي بالكويت الى الان رغم كثره الحالات المسجله يعني لكن لا زال يعني تحت السيطره ولا ينذر بانهيار القطاع الصحي يعني الى الان، وذلك لنظام الترصد الوبائي النشط. اعتقد ان الاجراءات الاحترازيه اللي قامت فيها وزاره الصحه منذ اكثر من 3 شهور ساهمت في ابطاء الوصول لحالة الذروة، هذا كان الهدف وليس منع الفيروس، تقليل سرعة انتشار الفيروس والحفاظ على المنظومة الصحية وحمايتها من الانهيار، وبالتالي إعطاء مجال للجهات الحكومية الأخرى لأخذ الاستعدادات عن طريق توفير المواد المختلفة سواء كانت طبية أو غذائية وإجراء واتخاذ الإجراءات الاحترازية. بالنسبة لقراءتنا للأرقام، انخفاض الحالات المسجلة في الأيام القليلة، ما أعتقد أن نقدر نحكم من خلال يوم أو يومين بأن وصلنا إلى مرحلة الانخفاض، ولكن وخصوصا أن نقارنها بعدد المسحات. بنفس الوقت أنا لما يكون عندي عدد المسحات اللي عملتها البارحة قاعد تقارن الناس الحالات اللي سجلت قياسا بالمسحات في نفس اليوم، مع يعني لا يجب أن لا نتناسى أن المسحة كنتيجة ياخذ اكثر من يوم، ممكن يومين او 3 حسب الضغط على المختبر، وبالتالي الارقام هذه رقم عدد الحالات ما اقدر اقرنها مثل ما يفعل البعض مع عدد المسحات. يمكن برايي الشخصي انه وصلنا لمرحله البلاتو او مرحله الثبات ووقف الارتفاع، وبالتالي اعتقد ان هذا بحد ذاته انجاز، ويعني يسهم الحقيقه في ما يعرف بتسطيح المنحنى الوبائي. لنصل إلى مرحلة الانخفاض والانخفاض السريع أعتقد أنه يجب تجديد الإجراءات، خاصة مع مرحلة ما بعد الحظر الكلي، وأدعو إلى الالتزام بالثالوث أو الترياد اللي هي ارتداء الكمام أثناء الخروج، التباعد الاجتماعي، والاهتمام بتعقيم ونظافة اليدين. تواصل الجمعيات الخيرية نهجها الإنساني في توصيل المواد الغذائية والإغاثية للأسر المتضررة، حيث قامت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتوزيع على العمالة الوافدة سلات غذائية متكاملة تكفي لاحتياجاتهم خلال شهر يونيو المقادم. قطار الجمعيات الخيرية يمضي دون توقف، اختار الخير دربا ومحطته كان هدفا للإنسان، أدرك من أولى خطواته إنه سيواجه التعب والمشقة، فالدرب ليس سهلا لكن الغاية أجمل. جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية ما زالت تمد يد المساعدة وتتخطى الصعوبات. التعب هذا راح، احنا دائما ما نردد اللذة في العمل الخيري، وفعلا ما يذوق هذه اللذة إلا من لمسها وجربها بإيده. في هذه الحوطة تقريبا يسكنون 50 شخص، ومثل هذه الحوطة عشرات الحوط وعشرات العماير في اليوم نغطي لله الحمد في محافظات الكويت كلها. أكثر من 200 شخص من العمالة المتضررة ارتسمت عليهم البسمة، فرحين بأن الكويت بجمعياتها الخيرية لم ولن تنساهم. شغل مدام الحين لا 3 شهر ما في شغل، مشكور واجد من حكومة الكويت. حب الخير فينا فطرة وهدفنا دائما الإنسان، فأبواب الخير واسعة، ولنا أن نؤمن بأن من أسعد الناس هو أسعد الناس. هذا واجبي أنا أقدم اليوم، إذا أنا كمواطن كويتي قاعد بالبيت ما أتوقع أن لي ذي فائدة في الأزمة. هذا يعني أقل شيء نقدمه حق الكويت، ويعني الحمد لله قاعد نساعد الحكومة بتوفير الوجبات حق المحاجر. يواصلون ليلة بالنهار من أجل إنجاز العمل الخيرية، فهم مستمرون لانتهاء الأزمة لتتضح بذلك الصورة وتصبح أكثر إشراقا.
في ظل جائحة كورونا يبحث الكثير عن طريق لتقوية جهاز المناعة على غرار تنويع الوجبات الغذائية والتمتع بقسط كافي من النوم وممارسة الرياضة، كما يلجأ آخرون إلى تناول حبوب الفيتامينات المتوفرة في الصيدليات. حتى الآن لا يوجد ما يثبت علميا بأن الفيتامينات تقي من الإصابة بفيروس كوفيد 19، ولكن الفيتامينات بأنواعها وأشكالها تقوي الجهاز المناعي، لكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. مع بداية ظهور الجائحة ارتفعت وتيرة الإقبال على اقتناء الفيتامينات والمكملات الغذائية من الصيدليات لرفع مستوى مناعة الجسم لمواجهة الأمراض الفيروسية عند البعض، بينما البعض الآخر اتجه فقط إلى التغذية الصحية المتوازنة لتقوية الجهاز المناعي. اتبعت اللي هو إرشادات اللي كانت في التواصل الاجتماعي اللي هو فيتامين سي، وفي اللي هو فيتامين أنا ما أعرف اسمه ولكن هو أقرب للثوم. بينما أكد الخبراء والمختصون العاملون في قطاع الصيدلة أن المكملات الغذائية والفيتامينات تشكل عناصر أساسية في النظام المناعي للجسم، لذلك ينصح بتناولها بمعدلاتها الطبيعية اليومية، ولكن ليست بديلاً عن الأطعمة الصحية. يعتبر فيتامين سي اللي هو يعتبر أنتي أوكسيدنت، بمعنى أنه يحارب الفري راديكلز، مسمى الفري راديكلز اللي هي نتائج عمليات الأيض التي تحدث في بعض الخلايا، لذلك ينصح بفيتامين سي أيضا لكن بمعدلات الطبيعية. بالنسبة للحظر الكلي اللي حادث حاليا معنا ينصح بفيتامين دال أيضا، لأن بعض المرضى أو معظم الناس يكون متواجد في المنزل مما قد يسبب هبوط في معدلات فيتامين دال. ومن الفيتامينات التي ينصح بتناولها من وجهة نظر أهل الاختصاص لتقوية الجهاز المناعي وخاصة في ظل هذه الظروف فيتامين إي والزنك. مختلف المنتجات ممكن احنا يستخدمها، منها الفيتامين سي وعندنا الزنك، وحتى في جايد لاينز جديد حتى تكلموا على الفيتامين إي، وهذه العناصر الثلاثية هي تعمل على تعزيز المناعة. في شغلات ثانية إضافية ممكن احنا ننصح فيها مثل الكوكم، ننصح بالأوميجا، فيتامين دي، هذه كلها شغلات تعمل على تعزيز المناعة. أخيرا ينصح باستشارة الطبيب المختص قبل تناول أي مكمل غذائي ومعرفة الجرعة اللازمة والموعد الأنسب لتناولها، لأن الإفراط في تناولها قد تسبب بمخاطر صحية وخيمة. الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة الكويت، كل مر بمر إن شاء الله، شدة وبتزول، سحابة صيف وبتعدي. صحيح في ظروفنا الاستثنائية اللي قاعدين نعيشها في الوقت الحالي وأشياء جديدة كنا متعودين عليها اختفت وتغيرت، لكن نقول دايما كل شيء بيرجع وأحسن من الأول، مهما ضاقت راح تفرج بإذن الله، وقريب إن شاء الله راح تنجلي هذه الغمة ويرفع الله البلاء عنا. ثقتنا برب العالمين كبيرة، اللهم بشرى سارة من عندك تسعد القلب وتمحي القلق والخوف وتقضي على الوباء. الكويت ستنتصر. دمتم في أمان الله.